رحب جميع مشاهدين برنامج الرفة، هالبرنامج اللي بنقل لكم من خلاله أبرز أحداث وكواليس سباقات السرعة للخيل من على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. بنتكلم فيه عن الأمسيات والتطورات اللي تطرأ على النادي. أولى حلقات برنامج الرفة بتتابعونها معاي اليوم، وهي أمسية كؤوس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ راشد بن عيسى الخليفة طيب الله ثراه، اللي بنبتديها ونشوف أبرز التغيرات اللي طرأت على نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لموسم 2023-2024. توجيهات من الهيئة العليا برأسة سمو الشيخ عيسى، تم توجيهنا بعمل عدد من المشاريع الاستراتيجية اللي احنا من خلالها راح نطور النادي، واحنا مركزين السنة الله يسلمك على موضوع البنية التحتية. فالأمور الأساسية اللي احنا من غيرها لا يمكن ان احنا نرتقي بالنادي. فمن أبرز المشاريع اللي تم اعتمادها السنة هي البحيرة، تطوير البحيرة، الانتهاء من بناء الاسطبلات الجديدة اللي الحمد لله نالت رضا الملاك والمضمرين اللي موجودة، بالإضافة إلى تطوير محيط المنصة الرئيسية. وهذه الله يسلمك هي المرحلة الأولى من تطوير هذه المشاريع اللي احنا إن شاء الله بإذن الله بنبتدي المرحلة الآية المرحلة الثانية خلال الفترة القادمة. إذا تسمح لي أسألك عن المرحلة القادمة، يعني تكلمت يمكن على الاستراتيجية وأن الإدارة تطمح إلى التطوير الكبير في النادي، فودنا نعرف شنو هي المرحلة التالية من هذه التطوير؟ بالنسبة حق المرحلة الثانية الله يسلمك ترتكز على جزئين، الجزء الأول هو تطوير الأنظمة والقوانين الموجودة في النادي، والمرحلة الثانية هو اعتماد المخطط العام لنادي راشد الفروسية اللي من خلاله احنا بيكون هو عبارة عن خارطة الطريق لنا اللي احنا نبتدي منها ونعرف شلون نوصل حق يعني مصاف الدول المتقدمة في مجال الفروسية وسباق الخيل. اليوم نرى أن يمكن نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في أصبح تطورات كثيرة، يعني الإدارة ماشية على استراتيجية معينة وطموح معين، واليوم نرى أن النادي يستضيف يمكن أكبر السباقات، ويعني عندنا مثلاً كأس البحرين الدولي هالمرة الفئة الثانية. أي نعم، طبعاً مملكة البحرين بتستضيف كأس البحرين الدولي للمرة طبعاً النسخة الخامسة في تاريخ 17 نوفمبر. مثل ما تفضلتي طبعاً السنة بتكون أول سنة نستضيف سباق كجروب 2. بدأ السباق في 2019 كconditions race، تالي انتقل لجروب 3 والحين وصلنا إلى جروب 2. فيعني التطوير يعني تطور في السباق من بدايته من النسخة الأولى للنسخة هذه. أمانة شيء جميل إن نشوف السباق يتطور، رغبة الملاك والمضمرين وأكبر الشعارات ورغبتهم في المشاركة. فمبدئيا الحين التداخيل اللي استلمناها تداخيل يعني أقدر أقول أول مرة بتشارك خيل بالمستوى ذي، أعلى تصنيف حصان لحد الحين 121، 6 تروس من الخيل اللي انقبلت للمشاركة تصنيفها تفوق 115. هذه اللي طبعا احنا دائما نسعي ان احنا نستقطب افضل الخيل للمشاركة، وطبعا هذه الامور اللي بتساهم في الوصول للهدف الرئيسي ان شاء الله اللي هو تصنيف جروب 1 باذن الله. هاي اول مرحله من 3 مراحل ان شاء الله. ركزنا احنا في اول مرحله هاي على تغليف المبنى او تجديد مبنى من الخارج، وواحد او 2 من الميالس. هاي اللي كان الوقت متاح لنا نقدر نسوي فيه. بدينا في اوغست وقدرنا نخلص اليوم حق اول سباق. فرق الكلاس وبس. إذا يعني نطالع اليوم الشوط، أول يوم أول افتتاحية
أعتقد يعني الخيل بتكون في مستويات متقاربة يعني، فما بنودي وايد فوق لأن الحصان مهما يكون ما بيبي في كل الجهوزية حتى يعني يقدم لك اليوم شوط. فأعتقد نفس الشيء المدربين الثانيين يعني ما حد يضغط خيله حتى يحق بداية الموسم، فإن شاء الله تكون يعني الفرص مفتوح حق الجميع يعني. الشوط مفتوح، عندنا منافس حصان فوزي إيه؟ حصان طيب ركبته روزي جيسون، وأتوقع حصان عبد الله فيصل بيكون بعد زين في الشوط. طويسان حصان طيب أدى إيه؟ العام مستوى طيب. طيب نعمة نعم. ألف متر بس شوي يمكن المسافة شوية خمسة فورلنج شوية قصيرة عليه. أي يعني بس خبرين يعني الشوط ميدان رابع وميدان فمستوى واحد وإن شاء الله إنه يقدم سباق طيب. الحمداني حصان يمتلك السرعة بس يعني أول سباق إن شاء الله نتمنى إنه يقدم، وسالم راكبه فايز عليه ومراكم فيه فعارف الحصان يعني سالم العجمي فنتمنى يتوفق وياه إن شاء الله. إذا سألتك كيف يوسف يعني اليوم شلون يقرأ الشوط؟ يعني صدق مشارك بجيادين بس واحد يعني بس تجهيز تعليم يعني حق والأمل على طويسان، لكن إن شاء الله يعني يحاول أنه يكون في المراكز المتقدمة ويا الخيل اللي بتكون المرشحة. يعني شوط قصير على مسافة قصيرة، مسافة قصيرة تحتاج السرعة إيه؟ ما فيها تخطيط والهواء عكس الجوكي اللي خش روحه هو اللي راح يفوز. غريب سالم على التراك ذي وفاهم الحصان وراكب عندي مرار على خيلي فاهمني وفاهمه بس احنا بس نبي اللي قلبس. الألف متر لهذه الأسماء المشاركة في هذه اللحظات متابعين الكرام. الصدارة تأتينا هنا مع الشعار الأحمر شعار فيكتوريوس يتواجد هنا متابعين الكرام في هذه اللحظة على ما يبدو أم إنه أحد الشعارات رقم 2 يتواجد المعنقي يتواجد المعنقي 1846 هو الذي يضغط القادم كحيلان كحيلان متابعين الكرام كحيلان ولد مزرير قادم ولكن يبقى صاحب الانتصار وصاحب الصدارة صاحب المركز الأول المعنقي 1846 ملك الخالدية وبيشرف خالدية الله يبارك عندهم يعني جياد عربية ممتاز بصراحة وشوف مفاجأنا الحصان تبي يصج اليوم يعني انتوا عارفين الحصان يفوز قبلي today you know first race of the season he needed it you know like all the others probably but he's got out there. He's been confident, you know, it's only his fourth race of his career. He had three quick runs last season. So first race of the career, still very green, still got a lot to learn, but he finished the race well. الفارس روزي عارف الحصان تركبه كل يوم الصبح يعني وكل قلنا بس خش يروح بتفوزين. يعني كي يقول لك عدم جاهزية. أنا ما أشوف عدم جاهزية، كان المفروض يخليه يمشي من الستارت. من الستارت ما في مجال يعني شوط سرعة. إيه يعني هو وايد أخره والأفراسه وايد هو الحصان يبي يندفع وهاي خمسة فورنج ما يصير تنتظر بس عامة أنا مرتاح من خيلي كأول سباق وعندي ثاني ورابع. من بعد النتائج الأنظار كلها كانت على المعنقي 1846 وكان مرشح الأول بصراحة استحق الفوز على الأداء اللي قدمه، قدر يهيمن على السباق من البداية للنهاية، لكن اللي ما توقعناه هو خسارة الحمداني 1810 اللي ما حصل على أي مركز من المراكز الأربعة الأولى، واللي قدر كحيلان ولد مزرير 1838 بتعويض مكانه والحصول على المركز الثاني، أما طويسان 1844 مثل ما كان مرشح في المرتبة الثالثة حقق المركز الثالث، وكان خوف يوسف البعينين في مكانه بأن المسافة ممكن تكون قصيرة عليه وبين أنه يحتاج مسافة شوي أبعد. طبعاً الشوط الثاني العيون كلها على المرشحين قمري عهد ديسمبر، بس شوفوا معاي المفاجأة اللي صارت في هالشوط. نطمح حق الفوز ان شاء الله يعني شاء الله. قمري ما شاء الله عليه ما شاء الله مرشح الاول اي ان شاء الله خيل زينه خيل جديده وياه في الساحه الحصان شايل اليوم 62 كيلو مع انه سبق ونتغلب بهالوزن بس عندنا الورقه التكتيكيه الثانيه اللي هو باع وان شاء الله اول رن ان شاء الله نيبه والله هذه بيعتمد على الحصان اذا تجاوب وصار يعني مع العمر
يقدم ولا لا، لأن في بعض الخيل ما تقدم. فهذه اليوم إن شاء الله السباق بيبين لنا. يعني إحنا داشين من الاثنين، لأن ما أقدر أركضهم إلا في الأشواط الكبار، لأن الهنديكابر وايد أعطاني ريت عالي عليهم، اللي هو قمري 65 وواقع 57، يعني ما أقدر أركضهم إلا في الأشواط الكبار. عهد، شنو الأمال حق عهد اليوم كونها المرشحة الثانية؟ عهد وديسمبر إن شاء الله بيكون لهم نصيب إذن تعالى إن شاء الله بالشوط هذه، والشوط السرعة يعني حتى مع نيكي في الأخير حصل ضغط يعني من خيول آخر، فالشوط مثل ما قلت لك يعني مستويات كانت متقاربة، فنفس الشيء هاي الشوط هذه الخيل موجودة نفسي يعني مو قوية. نعم. جيسون واتسون، والله هذه فارسنا الأول حق فريق المحمدية، ومثل ما تقولين يعني هو فارس غني عن التعريف في بريطانيا، يعني يركب عند كذا مدرب، فحبينا يعني يشاركنا وقبل، والحمد لله يعني احنا سعيدين انه يكون ويانا فريق المحمدية. سؤال اخير، هل ممكن يغطي مكان نيل كالن؟ والله ليش لا، يعني نيل بعد ما قصر وجيسون ان شاء الله ما بيقصر في باقي الفرسان المحمدية. اسمح لي اسالك عن الفارس اليوم سفيان سعدي. ايه؟ هل تم التعاقد معاه لطيلة الموسم؟ اي نعم، تم التعاقد وياه، هو كان من الاصل هو من العام نهاية الموسم تعاقدنا وياه، وكان بنتعاقد وياه أنس، بس الشيخ سلطان الدين تعاقد وياه قبلنا، فالحمد لله يعني كسبنا فارس نفس سفيان، والشيخ سلطان ما قصر يعني يوم طلبنا أنس سيابي قال لا بالعكس يقدر يركب عندك ويقدر يشارك. وسادتي تتابعون الانطلاقة الثانية لهذه الأمسية على مسافة 1000 متر، الصدارة تأتينا مبكرا متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء، وتسير هنا قمري للانتصار وواقع خطير أنس السيابي متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء، واقع للعبور ريسنج ثنائية قتالية نارية غير عادية، إذا واقع مشاهدين الكرام بطلا لثاني أشواط هذه الأمسية متابعين الأعزاء يعني انا كان عبالي اللي ورقه تكتيكيه. لا 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 انا قلت لك يعني ما عندي تشويس ثاني اروح وياها شوط غير. إيه؟ يعني ما شاء الله الفرس من العام نهايه الموسم ادت، وبتكون فرس ان شاء الله فرس الموسم ان شاء الله. ادرى في النهايه المدرب هو ادرى في الخيل، حسب اذا هو جاك واعطاك كل يعني الاولويه انك هو مثلا كتحفيز انها الخيل اللي هي ادرى فيها. الخيل مو بجاهز اليوم، بس بعد السباقات الأشواط بيجهزون إن شاء الله. خير الحمد لله جاهزين، باقي التوفيق بيد رب العالمين إن شاء الله. اعمل لي نفس الأوردر اللي كنت غلبت عليها، فهذا اللي أنا أطلب منك، في شيء ثاني أنت الأوردر الثاني عندك أنت. شفنا هيمنة جياد العفو في هالشوط، تكرار سيناريو تغلب واقعة على قمري، بس نقدر نقول أن واقع وقمري كانوا هما الأكثر تميزاً في هالشوط، ولهالسبب كان الفارق بينهم وبين باقي الجياد 5 أطوال. ناهي المشاركة الأولى والوحيدة إلى اسطبل سمو الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة في هالأمسية بشعار سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة، واللي قدر يحقق المركز الثالث ويتغلب على ديسمبر وعهد اللي كانوا مرشحين في المرتبة الثانية والثالثة. اللي صار معاهم واضح كان اختلاف الكلاس. المهم شوفوا الأحداث الغريبة اللي صارت في الشوط الثالث. It's always a test. Yeah. We know that the last time or the last run was an apprentice jockey. Yes. No whip, hands and heels only. Yeah. Today on board is Edinson Rodriguez. Yeah. Which is one of the, let's say, special jockeys with yes. Alan Smith yeah. working. Yeah. 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 So it shouldn't make any difference. He's a good rider. He knows the horse. He rides him every morning. So. قولي إن شاء الله كبداية على الورق يكون واحد يعني فرس أول مشاركة لها. الوقت ما خدم الناس دي السنة، إن التراك ما كان وايد زين تقدرين تروحين عليه تمرين صحيح، فنتمنى إن شاء الله. Nice rider. He joined us 6 weeks ago.
He's fitted in quite well. Music, Del Nui, has been a little bit of a question mark horse. Last year, I thought he would be, you know, better than he'd done, but I don't know, he just seemed to have lost his way. But he's been working well this season so far. يعني نفس اللي يقولون first time out, أول موسم. إن شاء الله, she will run well, إن شاء الله. اللي يقولون open race. اللي جاهز يفوز اليوم. مو عن الشرط عن الريت وهاي. اللي جاهز أول موسم يفوز الشوط. ساموراي جاك مرجانية. إذن سيداتي أنساتي وسادتي تتابعون الانطلاق الثالث الأخير لشعار ريان أنت كيان ريسينج. لحظات جبارة بثاني المراكز وثالثا من الجهة الخارجية جدلة. هنا الاندفاعات, هنا ساموراي جاك وميوزك تيلان هوي. ميوزك تيلان هوي, ميوزك تيلان هوي, وفي الشعار فيكتوريوس آلين سميث بالإشراف وماثيون بليتيان بالقيادة. متابعين الكرام, in the first time I am here, first time I ride here, so he's good start for the season, so the jockey is here, so it's okay, very good, and I think he can win the same last time, maybe more distance is better, but today he show he can. الجواد ميوزك ديلانوي ملك فيكتوريوس, شفنا انتصاره على طبق من ذهب, وشفنا الفرس جدلة ما كانت في جو السباق لسبب ما. الميلان بشكل كبير في السباق من الداخل إلى الخارج, كانت شبه أول المبتعدين عن المنافسة, وما قدر يستغل الجواد سيناترا مع أدنسون رودريغيز هالفرصة بعد ما كان واضح على الجواد التعب في آخر الأمتار, واللي يدل على أن السبعة فورلونج أفضل له من التسعة, على عكس ميوزك ديلانوي واللي حصل قيادة ممتازة من الفارس الفرنسي ماثيو بيلتون اللي انتظر في الخلف واندفع بآخر الأمتار واستغل كل الظروف اللي أتت لصالحه بتحقيقه فوز بفارق 4 أطوال. أما الشوط الرابع كان سيناريو مكرر من الموسم السابق, تابعوا معي. I was expecting a big run. Yeah, he's in good form. He's done very well during the summer. And yeah, we like him. He's working well. حسن عند الكلاس. صارت شوي خلنا نقول وعكة. كبوة جواد نفس ما يقولون يوم راح حق كاس السعودية. الحصان الحمد لله تعافى منها. قاعد يعطي تمارين واجد زينة. فإذا الحصان إحنا اللي نبيه 70% من الكلاس ماله يعني. إذا أعطانا 70% 80% من الكلاس ماله إن شاء الله بتكون نتيجة طيبة. الأعزاء نتواصل معكم ومع رابع أشواط هذه الأمسية. إذن سيداتي أنساتي وسادتي تتابعون رابع أشواط هذه الأمسية على مسافة الميل وربع الميل للخيول للدرجة الثالثة والمبتدئة لعمر جميع الأسماء في المنعطف. متابعين الكرام, أمريكان فلوغ يسيطر سيطرة جميلة وسيطرة رائعة نحو الانتصار, ودارك ليليون اكتظى وصيفا. إذن أمريكان فلوغ مسجلا انتصار رائع, انتصار مميز, هذا الشعار الجميل. We're always hopeful beginning of the season because you don't know how fit the horses are, but they seem pretty straight. اللي صار الحصان شوي نفس ما قلت كان عنده لونج بريك, فشوي نفس ما نقول انه كان ثقيل يعني, هاي الفيدباك كان من الجوكي, فهاي كان شيء متوقع للامانه يعني. حصان حصل فيري لونج بريك خاصه عقب المشكله اللي صارت في السعوديه. وي ار جلاد انه هيز باك يعني, ان شاء الله تكون صحته اوكي, وانا عندي اتس بوزيتيف ساين. مثل السيناريو والانتصار في الموسم اللي فات, American Flag start to finish بأداء قوي من دون أي مضايقة, قدر يفتتح انتصارات العاديات ريسينج لهالموسم بفارق
ثلاث أطوال عن دارك لاين. يمكن توقعنا من دارك لاين مستوى أفضل، خصوصاً بعد ما قدم مستويات طيبة في المشاركات الأخيرة في الموسم اللي فات، لكن من الواضح أنه مثل ما صرح فوزي ناس عن جيادة بأنها تحتاج هذه الرن، والأغلب مو جاهزة لها السباق. بريف ذا ستورم اللي حقق المركز الثالث لفت انتباهنا، كونه من أول مشاركة قدر يحقق هالمركز، وكان واضح أنه يحتاج مسافة أطول لأن شفنا اندفاعته في آخر الأمتار متخطياً تول أوردر، وبعد تول أوردر من الواضح عدم اكتمال جاهزيته. أول انتصار لحامل لقب صدارة الملاك من الموسم اللي طاف، تابعوا معاي في الشوط الخامس. خيلنا يعني مو في 100% بالجهوزية، لأن أودك أن يجهزون في نص الموسم حق الأشواط الكبيرة، فرايح رن اليوم، لكن يعني مستواي أهل أنه يفوز. It's, as I say, you know, we're lucky. Our horses have done very well during the summer, and they're all training up really well. You know, they're happy horses. I've got a good group of riders in my local boys, and also you know French, Uruguayan, Scottish. So we have a choice, but no, the horses are doing really well, and you know they're happy. I think he's a little bit better than probably his handicap, this horse. So I think he's got a good chance here. I don't know if he remembers the horses he beat last time, but he's in good form, and we're happy with him. He's matured nicely during the summer, and we're hopeful. والله أشوفه أفضل من العام الماضي، لأن مثل ما قلت صاية فيني، ولكن بعد الجهوزية يعني خيلنا كلها أظن تحتاج رن، فعقب هالشوط إن شاء الله بيبين. انتقلت جميع الخيول في البوابة. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتابعون الانطلاقة الخامسة لهذه الأمسية على مسافة 1400 متر لخيول الدرجة الثالثة والرابعة والمبتدئة لعمر 3 سنوات. فأكثر مستورد الصدارة تأتينا هنا مع الشعار فيكتوريوس، لا زالت تسير بأريحية تامة، والحضور قادم من قبل رويال سيميتار المحمدية ريس. الأداء الكبير متابعينا الأعزاء، ها هو رويال سيميتار، رويال سيميتار وبالشعار الأحمر، إنه شعار المحمدية ريسينج. فوزي ناس في الإشراف والتدريب، وجيسون واتسون في قيادته. متابعين الأعزاء مشاهدينا، شوط جميل. مضمر فوزي ناس ما قصروا صراحة، والحمد لله، وجيسون واتسون وطاقم اسطبلات فوزي ناس، طاقم المحمدية، نشكرهم على هالجهود هذه. It's a brilliant team to be a part of, and when you're riding for Sheikh Sultan and Fawzi combination, there's nothing better over here. So it was important to get a win on the board today, and that was impressive, yeah. But just due to the fact that it's first run of the season and the pace wasn't overly quick, but nevertheless it was a good starting point for him. He over-raced early on, you know, he was too keen, he just never settled and didn't get into his rhythm. And that was basically it. You know, this time of year, that's what happens. Horses are running fresh, they're well, and yeah, sometimes it's like that. شفنا جياد المضمر فوزي ناز حققت المركز الأول والثاني، رويال سيميتار ونوشنز. أكيد هالشيء دلالة على قوة مستوى الجواد رويال سيميتار وتطوره اللي قدر من خلاله تحقيق أول انتصار للمحمدية في هالموسم، وممكن يكون هو اللي يفتتح مشوار المحمدية للدفاع عن لقب صدارة الملاك. الشوط الجاي شوط هانديكاب، ما في ترشيحات، شوط سرعة، خلينا نشوف أحداث هالشوط. Yeah, we're quite hopeful. As I say, yeah, all the horses, they've done well during the summer, and him especially. He's just, you know, matured mentally. So, you know, we're hopeful. We'll see. It's a race, you know. We do our best. أريد أكرر وأقول لك إن اليوم أي خيل قاعد يشارك له هدفه حق السيريز، خصوصا خيل مستورد يعني.
فرول بكم من ضمن الخيل هذه إن شاء الله. خيل امبروفينج من العام كانت هواي صارت امبروفينج زين، صاروا وياها في نفس الشوط، بس إن شاء الله فرس ما شاء الله صحتها زينة جاهزة حق هالسباق، توفيق بيد رب العالمين إن شاء الله. هنا اللحظة إذن سيداتي أنساتي وسادتي تتابعون الانطلاقة السادسة على مسافة السيكس فور لونغ، هنا تسعة دخول لصالح أحد الشعارات، هنا الرقم سبعة يتواجد غارسمان، ولكن علي جان وحسن الصفار بالقيادة، ولكن لا زال بيور دريمر هو الذي يتصدر، والاندفاع يأتي من الجهة الخارجية لصالح أوشن ستار أنت الستار، أنت الخطير أوشن ستار. متابعين الكرام، هذه الخطيرة التي تسجل الانتصار للعبو ريسينج ومحمد. الحمد لله أنا قلت أجل الولد جاهزة، راسين كانوا مخاوفيني، حصان ألن، حصان شيخ سلطان، الحمد لله الفرس أدت اللي عليها. Yeah, first time today I was riding this filly, so I was happy to be on because I saw his paper was a good filly before today, so I was confident, and the trainer said to me, be close in the race, be careful of the Alan Smith horses, target on your eyes, and this is what I do. She started a little bit lazy, but after I give it a chance to breathe, and she come back very strong, so it was amazing for us today. Yeah, he ran a good race. I mean, he's with top weight. He's been by a good horse. Alhamdulillah, قدم زين ما مشى ظروف الرسباق معه. شوط كان قوي. اللي جاء أول ثاني خيل طيبة ما شاء الله. طبعاً. وحصاني الحمد لله أنا راضي منه. ظروف ما مشوا يا شوي صار بروحه شوي. الخيل بقايا بروحهم فقام يجر شوي. أول ريس جاي من فريش الحصان فكان شوي كين يجر شوي بس الحمد لله كنا نشوفه في التمارين انه جاهز، هاي السبب اللي خلانا نشارك. يعني في بعض الخيل تراويك شي في التمرين ولكن يكون شيء ثاني في الريس، في بعض الخيل ما يجس الا لازم يروح ريس، اوكي يعطيك مؤشر انه يقدر يسابق، ولكن لما سابق فيه ما يكون بالجهوزيه اللي انت كنت متوقع عنها. وثاني شيء اليوم الشوط قوي، اليوم في اسماء خطيه، يعني زينه في اسماء قويه. شفنا شوط هانديكاب لجياد السرعة، انتصار جميل للفرس أوشن ستار في أول سباقات السرعة بعد ما تمكنت من الحفاظ على لقب هالشوط للموسم الثاني على التوالي. شفنا اندفاعها بشكل قوي في آخر الأمتار واللي خطفت فيه الفوز من الجواد بيور دريمر اللي كان هو الأقرب للفوز بالشوط، ولكن يمكن أقدر أقول فرق التوقيت هو كان الأفضل للفارس سفيان سعدي مع أوشن ستار. أما مياس اللي صدمنا الصراحة بعد ما قدر يحقق أول نتيجة إيجابية في مسافة السكس فورلونج في المضمار البحريني وهي المركز الثالث، أما عن أمان فما ظن أحد كان متوقع خسارته. الشوط السابع اللي أتوقع الكل متوقع نتيجته، تابعوا معي. But he's got to give a lot of weight away to some very that. Good horses. Yeah. Gomez finished second to him last year. You know, it's giving him quite a bit of weight. Yeah. So does it worry you that he's carrying the top weight? Well, and there's quite a difference. There's like 4.5 kg between him and Gomez. It doesn't worry me. You know, I mean the horse is quite capable of carrying the weight. But you know, Thousand Asses horse is an upcoming horse, and you know. He's an improving horse, and you know to give it away to that, but that's the race, you know. إيه بس بايلان ما شاء الله بطل يعني فاق في الريتنج أعلى من 4 كيلو ونص. بس بعد يعتمد على جهوزية الخيل. بايلان شكله جاهز طبعاً، قميص ما يندرى نشوف الحين يبين الحين. إيه حتى لو فرق وزن يعني مهما كان وقميص تطور العام مع فئة عمرية أصغر. لكن هني اليوم تغير مع الجاد الأكبر. Paul's not with us this year because Paul's retired from race riding, and Gerard Mossey is going to be Sheikh Issa's jockey for the season, but unfortunately he's suspended today. So Lee is working in our stable. He's one of my jockeys, so he's substituting. I think he's doing a good job so far. So
yeah, he knows the horse, he rides him in the morning and so on. So, yeah. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، تتابعون الانطلاقة السابعة لهذه الأمسية على مسافة الميل للفئة الثانية لعمر 3 سنوات فأكثر. المرشح لا يزال يسير في وضع الترقب سادسا متابعينا الكرام، وصدارة رائعة متابعينا الكرام. مومنتو هو الخطير والمرافقة تأتي من قبل مايستار. دفاع قتالي العاديات ريسك آلين سميث ليون يومان. الله، أي قتالي، أي جنوني، أي ناري. هنا المتعة، هنا الإبداع، هنا الإبداع. إنه بطل الميل يا سادة، إنه بطل الميل يا متابعين. باي لاين. But they always have to go out there and do it. But Lee gave him a good confident ride, and yeah, we were just remarking, you know, the horse moving up. Then he knew when he got to the 200 meter mark and he kicked. That's how he likes to run. And Lee was very confident that he'd pick them up when he wanted to. اليوم كان اردني اطلع اقعد ورا، واعطاني خطتين المدرب، لا ما حد راح قدام اروح، بس انه ما اسوي الشوت سريع واجد، كل واحد يسوي ريسك، الحصان يسوي سباقه بروحه. كانوا صراحه مأملين على مهمته اكثر. قبل السباق كان مهمته يسوي تمارين افضل، بس ما ادري شنو صار مع مايستار ورا، بس حصانه قدم مستوى زين. باي لاين شعار العاديات قدم لنا مستوى رائع من اول مشاركه. يمكن فارق الفوز كان طول، ولكن طريقة الفوز كانت سهلة ومريحة. الجواد بتوقيت وثقة من لي نيومان اللي حسب الفارق بينه وبين مهمنتو بشكل سليم. على الرغم من فوز باي لاين، إلا أن مهمنتو ملك العفو ريسينج قدم سباق للذكرى كان قريب من مفاجأة للجميع بعد قيادة قوية من الفارس إبراهيم نادر. ولكن ما أتوقع أحد توقع غميص يكون في المركز الرابع، بعد ما كان أكثر الكلام بأن فارق الوزن راح يكون شيء إيجابي له. ولكن اللي قدم أفضل منه هو الخيار الثاني للمحمدية بوندس بوي اللي يشرف عليه المدرب أسامة هاشم، واللي كنا متوقعين بأنه راح يكون ورقة تكتيكية. أما الحين أخليكم مع شوط كأس افتتاح الموسم. Look, I don't play any tricks with horses. Definitely. I don't tell my jockeys to team up against anyone else. Mm-hmm. They're going out there to do their best individually. Mm-hmm. That's the only way we find out about our horses. Mm-hmm. So this is the opening day cup. It's the first race for a lot of the horses. Yes. Having their first run. Maiden. So, you know, we'll find out a lot mm-hmm. after the race mm-hmm. rather than before it. Zafarani, voices. I'm going to give them. أكيد يعني أهل الاختصاص يرشحونه ويشوفون على مستوياتهم، يعني ما شاء الله مستوياتهم طيبة. يعني زعفراني عنده يعني مشاركات طيبة وعنده رانز طيبة، شنو المتوقع اليوم منه؟ والله في الشوط يعني مبتدئات، وطبعا خيل كثيرة 18 راس، فهالنوع من الأشواط دائما فيها مفاجآت، لأن حتى الخيل اللي مو براكضة ما تعرف مستواها شلون. فنشوف ان شاء الله اليوم. يعتمد على الجهوزيه، العاده يعني مثل ما شفت الموسم اللي فات اول مره يرابع يحتاج سباق، ثاني مره تحسن وهي ثاني. فاليوم اظن زعفراني بيحتاج يعني الرئيس السباق على اساس يكمل على جهوزيته. مشاهدينا متابعينا الكرام، سيداتي أنساتي وسادتي، تتابعون الانطلاقة الختامية، الانطلاقة الثامنة لهذه الأمسية على مسافة الميل. الأمور لا زالت تسير لصالح كويلد أندريدي. هنا الثلاثية بدأت تبتعد، الثلاثية بدأت تسير. بايز وكذلك من الجهة الداخلية، بايز من المنتصف يشكل خطورة، وكذلك الخطير رايدر أون ذا ستورم.
tricky. First time out, he hasn't got the experience. He gallops well at home, but coming here first day out, it's a big question mark. But he's done it well. Not really for me. He was one of mine. His father, Blues Bass Billy, was a good local horse. Won the King's Cup 4 times. So it's one of his first crop. So. Yeah, he's a nice horse. So what should we look forward to and what are the expectations from Ride on the Storm? Well, we get him home, make sure that he's all right, make sure that he's sound, and then we'll look for something just to pick him up slightly, something a little bit more competitive. احنا نقول مفاجأة بس لما نطالع البيدجري ماله والحصان البطل المعروف بلوز باز بلي الحصان يعني صاحب صولات جولات في المضمار البحريني من أول مشاركة وشكله يقولون الخطى الأب يعني إذا هاي المستوى ما شاء الله قدم مستوى واجد ممتاز. شعار أمدي ريسينج كان لافت جميع أنظار الجماهير كونهم مشاركين بعشر جياد في سباق كأس افتتاح الموسم. ولهالسبب سألنا آلان سميث من جياد أم إن إي ريسينج نحتاج نركز عليهم اليوم كون عندهم العدد في المشاركات في هالشوط. قال لنا عن موناكو وغريت دين، ولكن رايدر أون ذا ستورم ابن بلوز باس بيلي فاجأ المدرب آلان سميث قبل الكل بأداء القوي ليظفر بالسباق الرئيسي بقيادة أندرو أليوت اللي عرف المضمار البحريني بخبرة كافية ويعرف شلون يقدر يتصرف في شوط من هالنوع للابتعاد عن الترافيك والتمركز المناسب. لكن في هالشوط كنا متوقعين 3 سيناريوهات مختلفة في آخر الأمتار. في لحظة قلنا كويلدن ردي بتفوز وسرعان ما مالت إلى الخارج، وفي لحظة شفنا اندفاعت فايسس القوية واللي توقعنا فوزه وسرعان ما أيضا تردد على الدخول على رايدر أون ذا ستورم واللي استغل الفرصة والظروف اللي كانت عامل إيجابي ليتوج نفسه بطلاً بكأس افتتاح الموسم من أول مشاركة له في عالم السباقات. في ختام الأمسية شهدنا تألق الفارس لين يومن بانتصارين بعد عودته للمشاركة في المضمار البحريني. وبالنسبة للملاك نقدر نقول جاهزية جياد العفو ريسينج حققت لهم انتصارين مع نتائج إيجابية لباقي الجياد. بكذي أقول لكم انتهت حلقتنا لبرنامج الرفة لليوم. تابعونا في الحلقات القادمة.